هارد. النهارده وجدنا بعد سنه هتافات الشراره الاولى من الثوره اللي هي العيش، حريه، كرامه، عداله انسانيه لم توثق، بمعنى ما فيش اجماع على تعريف هذه الهتافات. وبعدين عندنا بعد كده محور تسليم السلطه، لان هو ده المحور الاساسي النهارده. فعندنا خمس محاور، وبعد كده في وثيقه التحرير للعالم أعداها الدكتور أسامة الغزالي حرب، وهتعلن بحوالي ست لغات. ثم وثيقة المؤتمر اللي بتقول ملخص ما توصلنا إليه وطلبات الشعب المصري، وهتكون وفد من خمسة هيروح يقدموا هذا الكلام لمجلس الشعب. الحريات طبعا من ضمن أهداف الثورة هي كانت ثلاث حاجات مهمين: الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. الحرية أهم معلم من معالمها، لأنه في عصر الاستبداد كانت الحرية غير متوفرة، كان في قهر شديد، كان في عدم تعبير عن الرأي. صحيح حركة كفاية فتحت باب التغيير وفتحت باب ان الناس تقول وجهة نظرها، ولكن لغاية دلوقتي احنا مش حاسين بان احنا نمتلك حريتنا كاملة. في بعض القيود، في ناس بتتحول للمحاكمات بدون وجه حق. الثوار عندما يقدمون الى المحاكمة يبقى هناك شيء ما يعني غامض وغير واضح. والله شوف، واحنا ايه لما بنقول الثوره، احنا كنا نذكر الفتره من 25 يناير الى 11 فبراير، وهذه الفتره كانت فتره يعني قمه في الاداء لكل القطاعات، مش احنا بس اللي قلنا عليها كويسه، العالم كله شاهد ان هي كويسه. الشباب اللي ثار، الشعب اللي وقف وراه، القوى السياسيه اللي سندته، الدعم اللي اخده من الجهات الحكوميه، كل حاجه كانت كويسه. بعد سنه انا اعتقد ان المستوى اقل عند كل القطاعات، يعني ما فيش ابدا قطاع بيقول لك انا احسن من يناير اللي فات. كل واحد دلوقتي حاسس بان هو الدنيا كلها نقصت عما كنا عليه في يناير. النهارده الثوره مستمره، يوم 25 الثوره مستمره، نحن سننزل الى الميدان مع جماهير الشعب المصري لاستمرار تحقيق اهداف الثوره التي قامت في 25 يناير، قدمت دم الشهداء، شبابها قدموا نور عينيهم وفقدوا نور عينيهم مقابل أن ينيروا لنا الطريق من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. اليوم ستناقش هذه المحاور في هذا المؤتمر لنخرج بوثيقة تقدم إلى مجلس الشعب تقول له أن الثورة مستمرة، أهدافها في العدالة الاجتماعية وحد أدنى للأجور وحد أقصى، حق في التعليم والحق في الصحة والحق في السكن والحق في الوظيفة، تنمية ونهضة شاملة المجتمع، الوقوف أمام الأعداء وإعداد البلاد للوقوف أمامهم، الحريات، عدم التمييز، المواطنة، حرية الفكر والعقيدة والنشر، حرية الفن والإبداع. أعتقد أن الثورة مستمرة، هناك من سيحتفل على طريقة الموالد، ولكن نحن سنستمر في الثورة حتى تحقق أهدافها تماما، ويتغير المجتمع ليس فقط من خلال الانتخابات والبرلمانات والديمقراطيات، إنما من خلال الضغط السياسي والاقتصادي حتى تعود الكرامة للشعب وتعود العدالة في وسطه وتتحقق الحريات الكاملة ولقمة العيش النظيف. اختيارنا واضح من شعار ثورتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافنا. في واقع الأمر الشعب يواصل ثورته. هناك محاولات من قبل السلطة القائمة تمت على مدى طويل جدا وباستخدام كل الأسلحة المشروع منها والممنوع لإحداث وقيعة بين الشعب والثورة. هذه المحاولات خلقت فجوة موقوتة أو عسر في الفهم. أعتقد أنه سوف يعني تنتهي هذه الجفوة قريبا جدا، بشرط أن نحرص على سلمية التحركات سواء في التظاهر يوم 25 يناير أو في موالتها باعتصامات في القاهرة أو في غيرها بعد تاريخ 25 يناير، لأن الاعتصام والتظاهر والإضراب السلمي والعصيان المدني
هو الشرعية الأولى في هذا البلد.